السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد مرعي من جنوب لبنان، من بلدة ميس الجبل تحديدا. أتيت إلى هنا لكي أشارك في هذه المسابقة ولكي أفوز بمدح أمير المؤمنين علي عليه السلام. لعلي عليه السلام كنت قد كتبت إحدى القصائد، أختار منها البيت الأخير: هبني يديك فإني أشتهيك ندى، يلقح الجرح في قلبي فيخضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هب أنني جرح وأنت مطبب، يا بلسم الآهات هل تتحبب؟ قد جئت أحمل أنة في أحرفي مغموسة بالعطر إذ أتقرب. لا حبر غير النور يكتب دهشتي، وإذا ذكرتك فالقوافي تطرب. يا واحة العشق التي تروي الجوى، ونخيلها أود القلوب ومأرب. أومئ لهذا القلب، أومئ لهذا القلب، أشبع يتمه بالتمر والماء الذي لا ينضب. وافتح على بحر الوصال نوافذي، واقبل فؤادي زورقا لا يرهب. إني علمت بأنك الباب الذي فتحت له مدن العلوم الأرحب، ولمست معنى حكمة أودعتها عين الزمان ولم ينلك الغيهب. أسرجت قلبك للجمال وكنته قسطاس حق شمسه لا تغرب. لك تشهد الآيات، لك تشهد الآيات أنك نعمة كمل الكمال بها، وحسنك مذهب. في ساح خم كنت أنت غديرهم، وردوا عليك في ساح خم كنت أنت غديرهم وردوا عليك قبيل أن يتقلبوا. إني ذكرتك يا إمامي عارفا ذي أحرفي سفن الشفاعة تطلب. قلبي جنوبي تثقف نبضه من سطر عشقك إذ يخط ويكتب.